الأحياء والمرسلين الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثالثة من المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية الجغرافية، الجمعية التاريخية حائل وحضارتها عبر العصور. متحدثنا الأول في هذه الجلسة هو الأستاذ الدكتور سهيل صابان، ويعمل أستاذ الدكتور عضو هيئة التدريس في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وهو باحث متخصص في التاريخ العثماني وتوثيق تاريخ الجزيرة العربية من الأرشيف العثماني لإسطنبول. شارك في مؤتمرات دولية عديدة وندوات محلية وإقليمية كثيرة عن تاريخ الجزيرة العربية في العهد العثماني، كما ألقى محاضرات عدة في النوادي الأدبية والمراكز الثقافية والمكتبات العامة بالمملكة العربية السعودية. نشر الأستاذ الدكتور سهيل أكثر من 29 كتاباً وأكثر من 130 بحثاً في مجلات أكاديمية محكمة ثقافية وعامة. ومن آخر ما صدر له مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني، رقابة المطبوعات في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري، والقائمة تطول. يسرني ويسعدني أن أدعو سعادة الأستاذ الدكتور سهيل صابان أن يتقدم ويلقي بورقته مع الشكر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أما بعد، أقدم شكري وتقديري للجمعية التاريخية السعودية على قبولها لهذه الورقة، كما أقدم شكري وامتناني لجامعة حائل لكرم ضيافتها وحسن استضافتها. الورقة التي أقدمها في هذا الصباح المبارك إن شاء الله هي تتحدث عن الخيول المهداة من أمراء الرشيد إلى سلاطين الدولة العثمانية. أجمل هدية للسلطان العثماني في الحقيقة هو الخيل، ولذلك كان هناك شهادة لبعض كبار شيوخ القبائل ممن يلم بموضوع الخيل وأنسالها ضمن إحدى الوثائق، شاهدتها في الحقيقة صدفة. وجه التحريرات نص الوثيقة، يعني الداعي للكتابة نقول نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا أدناه إلى أن الحصار المواردي الحولي حصار المنادي الأربع من عشيرة السبعان معنكي بن المعنكية وأبوه النواك أصفى من الحليم، وللبيان حررنا هذه الشهادة. جرى ذلك في 5 ربيع الثاني 1284 هجري. هذه الورقة هي اللي ما يعلم بالتاريخ ولا يهمه، هي مجرد ورقة ما يعرف ليش مضمونها، لكن مضمونها شيء كبير في الحقيقة، وهو أن مجموعة من البياطرة من حائل ذهبوا إلى إسطنبول لمداواة بعض خيول السلطان في السلطان بإسطنبول. وهذه الورقة مجرد مخصصات التدفئة، لأنهم بقوا سنة كاملة. التاريخ الموجود هنا 3 نيسان أي أبريل 1313 إلى شهر 4 مارس 1314 طبعا بالرومي، وبالهجري يظهر 1315، فهم بقوا في سنة كاملة في إسطنبول. هذه الورقة مجرد مخصصات تبين مخصصات المالية التي منحت لبياطرة ابن رشيد في إسطنبول من أجل التدفئة، ليس المكافأة، لأن إسطنبول باردة في الشتاء، فهي من أجل التدفئة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر والتقدير سعادة الأستاذ الدكتور سهيل صابان على هذا الطرح المميز، وأيضا على تسامح المعنى في الوقت، فقد كان دقيقا للغاية. متحدثنا الثاني هو الأستاذ علي بن سليمان المهيدب، وهو محاضر بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود،
صدر له عدد من الكتب في التاريخ والأنساب والوثائق والمخطوطات، خاصة وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة. له عدد من اللقاءات في القناة الثقافية السعودية في مجال التاريخ والموروث الشعبي. نشر عدد من المقالات في الصحافة السعودية عن الجانب التاريخي والتراثي. كذلك شارك في إقامة المعارض والفعاليات والأنشطة الخاصة بالوثائق والمخطوطات النجدية، وله مشاركة في العديد من الدورات وورش العمل في تاريخ المملكة العربية السعودية. وموضوع ورقته لمحات من النشاط العلمي في حائل خلال فترة الدولة السعودية الأولى، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر جامعة حائل على هذه الاستضافة، اللقاء 17، وأشكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، وأيضا إتاحت الفرصة لي للمشاركة مع زملائي في هذا المؤتمر. بداية سأختصر ورقتي لضيق الوقت، وهي لمحات عن النشاط العلمي في حائل فترة الدولة السعودية الأولى. جميع من يطلع على المصادر التاريخية النجدية يجد معلومات جدا شحيحة مما تناولت الجوانب الدينية أو العلمية في حائل، سواء كحائل كمدينة أو المنطقة. لكن استطعنا بعد فترة من زيارة بعض المكتبات الخاصة من العثور على بعض المعلومات التي استطعنا منها أن نكون هذه الورقة، سأتكلم عنها على نقاط مختصرة. في الدرعية الدارسة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيره من العلماء في بلاد الدرعية، ومما بعد انتقل إلى حائل مسقط رأسه، وهناك حسب ما جمعته من معلومات من أحفاده أنه أصبح طالب علم وأيضا مفتيا لها البلد سميرة، وجلس فيها مدة حتى توفي فيها تقريبا في منتصف القرن 13. من الكتب التي طرأت عليه الاهتمالكات منها كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي ونسخه سنة 1208 في بلد الدرعية، وأيضا كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبه في فترة دراسته على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بالإضافة مجموع الحديث على أبواب الفقه للشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب. كما اطلعت على ورقات من الكتب، للأسف لعدم الاهتمام وحفظها ضاع أغلبها، مثل مختصر سيرة الرسول وقطع مختصر زاد المعاد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب. أيضا من مر علينا من خلال المصادر تأتي في ذكر في فترة الدولة السعودية الأولى جبر بن رشيد، وللأسف لا تعين المصادر عن ما هو وضع، لعل مقتطفات بسيطة مما تناولتها المصادر التاريخية النجدية تشير إليه، لكن عثرت على وثيقة له كتبها باسم جبر بن رشيد الحنبلي عام 1233 في حكم قضائي في بلد حائل. كذلك مما ورد لهم ذكر الشيخ محمد بن علي الخطيب، وهو من هذه بلد الخفاء، ولا تبين لنا المصادر هل كان قاضيا أو إماما لجامع وكاتبا لأهل البلد. أيضا مما مر علينا أيضا الشيخ محمد بن سعد، وهو جد أسرة آل يعقوب، كان ثقفاء ثم تنقلت أبناء وأحفاد من بعد. من ناحية أخرى سأتطرق باختصار إلى المكتبات الخاصة. لعل من الأشياء المتميزة في حائل أن ما زال يوجد أقدم مخطوط نجدي إلى الآن، كتب خط نجدي للشيخ منيف بن إسماعيل بن عبد الله بن مسند بن عمر بن بسام الوهيبي التميمي، ونسخه عام 882 من الهجرة في شهر شوال في 29، أنه ما زال موجود في مكتبة الطويرف وعليه تبعض الملكة، ويعتبر أقدم مخطوط نجدي. الأشياء المتميزة في حائل، وهو بعنوان كتاب إضافي معاني الصحاح لمؤلفه محمد بن محمد معروف بن هبيرة الوزير. كذلك اطلاعي في بعض المكتبات لقيت تملكات وتعليقات عددا من طلاب العلم، لكن لا تعيني المصادر أو مخالقاتي هل هم هذه الكتب انتقلت من أماكن إلى أماكن أخرى وأصبحت في حائل، أو أنهم من تولوا القضاء أو العلم في حائل قلة المعلومات. أيضا من الأشياء اللي أفادتني في حائل بعد الزيارات المتعددة لها، وجدت مجموعة كثيرة من الكتب والمخطوطات كانت ترد إلى حائل من مناطق متعددة. ففي فترة الدولة السعودية الأولى
كان أغلب الكتب لا يخفاكم التوجه المذهب الحنبلي، لكن وجدت بعض الكتب في المذاهب الأخرى مثل الحنفية أو المالكية في بعض المكتبات وعليها تملكها. في الأخير لا يسعني للشكر على إتاحة الفرصة لإلقاء هذه ورقتي، وأتمنى إن شاء الله الاستفادة من الحضور من مزود المعلومات حتى يكتمل البحث، وشكراً لاستماعكم. شكراً جزيلاً للأستاذ علي بن سليمان بهيدر على هذا الطرح المتميز والجميل. والآن فارسنا الثالث في هذه الجلسة هو الدكتور عبد الله سيدي محمد ابنه، وهو زميل في قسم العلوم الاجتماعية من دولة موريتانيا الشقيقة، وهو أستاذ في الجغرافيا البشرية المساعد في قسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب والفنون بجامعة حائل، وهو عضو في عدة جمعيات علمية وطنية ودولية تقدم العديد من المشاركات العلمية في عدد من المؤتمرات الدولية، وقد شارك في العديد من الملتقيات والندوات العلمية وورش العمل في مجال إعداد المجالات الريفية والتنمية المستدامة. له مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجلات علمية وطنية ودولية، وورقة البحث تحت عنوان طبوغرافية حائل من خلال كتابات الرحالة في القرن التاسع عشر الميلادي، فليتفضل مشكورا. أولا نرحب بجميع الضيوف الكرام في جامعة حائل، ونقدم لكم اليوم ورقة بعنوان طبوغرافية حائل من خلال كتابات الرحالة في القرن التاسع عشر. هذه الورقة فعلا من المفهوم الجغرافي، ليس من المفهوم التاريخي، أي معناه اللي هي مظاهر سطح الأرض من خلال الكتابات أو ما وصفها الرحالة في القرن التاسع عشر. لا خلاف حول أهمية أدب الرحلة باعتباره مصدرا من مصادر البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، حيث يجد فيها الجغرافي والمؤرخ وعالم الاجتماع وعالم الاقتصاد ودارس الأدب وغيرهم ضالتهم فيه، وتأتي قيمة الرحلة فيما يدونه الرحالة من معلومات جغرافية وتاريخية واجتماعية وثقافية تتميز بارتكازها على طابع المعايشة والاقتراع المباشر للأحوال العامة للبلدان التي زاروها وأقاموا فيها وعن طبائع أهلها ومعالم حضارتهم وتاريخهم. حيث يقول جورج فالن: أما جبل أجا والسلمى اللذان يتكونان من سلسلتين من الجبال الجرانيتية فكانا من أبرز معالم المنطقة، وكانا يعرفان أحيانا بجبل طي وأحيانا بيسميان جبل سلمى. وجبل أجا وهو أكبر الجبلين يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي، ويقدر طوله بمسيرة 5 أيام وعرضه ب8 إلى 10 ساعات. إذن أثناء مغادرته لحاي عبر سهلا فسيحا يقول إنه ينتهي عند سلسلة جبال أجا التي كانت تلازمهم من جهة اليمين طوال تلك الفترة التي قضوها. إذن هنا فلن أعطانا وصف لهذه المنطقة من الناحية الارتفاعية ومن ناحية الشكل جبل أجا وسلمى. أما ليدي لا تختلف كذلك في وصفها عن هذه المنطقة لمظاهر السطح من حيث التعميم في الوصف، فعند تحديدها لموقع حائل وعلاقة ذلك بمظاهر السطح تقول إن قرية حائل تقع إلى جنوب الشرقي من مرتفع متضرس. إذن أعطتنا في هذه الفكرة حول التضاريس التي أو حول الجبل الذي كان شكله متضرس آنذاك قريبا من الطرف الشرقي لسلسلة جبال أجا التي تبدو في الأفق الشمالي بمن حائل ممتدة مد البصر. هناك كذلك الرحالة الآخر أتين عندما توجهنا نحو الشمال الغربي إلى هضبة أم المسايب الواقع أمام حائل، قمت برسم حيث هو كان يهتم بالمجال الرسم أساسا سلسلة جبال أجا. وفي الصباح الباكر تحركنا في اتجاه الجنوب، وبعد نصف ساعة وصلنا إلى سطح جبل السمرة وارتقينا قمته التي يتراوح ارتفاعها ما بين 400 إلى 5000 قدم. لذلك هنا أعطانا الارتفاع في هذه المرحلة. أما موزل فاهتم بالوصف الدقيق لمظاهر السطح من جبال وسهول ووديان، وحاول شرح كيفية تكوينها وركز على عوامل التعرية باعتبارها من أهم أسباب إعادة تشكيل الظواهر الجغرافية. إذن من خلال هذا البحث أو من خلال هذا العرض
الذي لا يعبر الا عن وجهه فقط جغرافيه وليس وجهه تاريخيه، اي ان المتناول فيه تناول الطبوغرافيا من الجانب الجغرافي من ملاحظ السطح من الارتفاعات والمنخفضات والسهول والمياه والنباتات فقط وليس من المفهوم التاريخي. اذا كان الرحاله يصفون الظواهر من منظورات مختلفه كانت تؤثر فيها فيما يكتبون من اوصاف وتفسيرات لهذه البيئه بطرق مختلفه. كان هناك تفاوت في اهتمامات الرحاله حول الظواهر الجغرافيه، لانهم فيهم من وصف النباتات وفيهم من وصف الجبال وفيهم من وصف السهول والوديان الى غير ذلك. كذلك تاثر الرحاله بالادله والروايات الشعبيه في كثير من الاحيان حول المسميات لهذه المناطق. الان اذا سمحتوا ننتقل الى المداخلات، واول مداخله لدينا من سعاده الدكتور عبد الرحمن المدارس في الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الجميع على هذه المحاضرات القيمة، وأشكر بصفة خاصة الأستاذ علي بن هيدر لأنه دائما حريص على النقطات الخاصة والاستفادة من بعض المخطوطات. ولي ملاحظتان على ورقته، هي تقريبا في المنهج أكثر منها في المعلومات. الملاحظة الأولى على العنوان، فالعنوان لمحات، ولمحات دائما تعطي الضعف، فلماذا لا تكون دراسة؟ يعني لما تكون لمحات نحن نريد في هذه اللقاءات أبحاث علمية متعمقة حتى ولو كانت قليلة. الملاحظة الثانية، أنت أشرت إلى بعض المخطوطات التي عثرت عليها وهي نادرة، فلو مثلا ركزت على مخطوطة واحدة وتعمقت في دراستها أو تعمقت في دراسة الحالة العلمية في جزء من الدولة السعودية الأولى لكان أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب نعود للمداخلات. الدكتور عبد الرحمن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الدكتور عبد الله الطرحي على رئاسته لهذه الجلسة وعلى الأخوة الأفاضل سهيل الدكتور عبد الله والأخ الأستاذ علي على أوراق قيمة. فيما يتعلق بالدكتور سهيل، الحقيقة هذه الورقة ورقة قيمة وجيدة في التشير إلى قضايا مهمة جدا وخاصة في الجانب السياسي. فالإهداءات كما تعلمون هو تعبير عن الود وتعبير عن العلاقة السياسية القوية بين جهة وأخرى. حبذا الدكتور لو تحاول أيضا توسع هذا الموضوع لتبدأ حول الجذور التاريخية لهذا النوع من الإهداءات وتأثيراتها السياسية والاقتصادية. يعني متى بدأت هذه الإهداءات؟ في فترة الإمارة الحائل مع الدولة العثمانية، وما انتهت فيما يتعلق بقضية الخيول، وهذه تكون دراسة متكاملة وجيدة الحقيقة. ونشكر الدكتور على هذه الورقة. الدكتور الأستاذ علي أيضا مثل ما تفضل الدكتور عبد الله، ورقة قيمة وجيدة، وحبذا لو وسعتها المخطوطة الذي أشرت إليها القرن التاسع لعلك الآن تعود مرة أخرى إلى استطاعة تعمل عن دراسة في ورقة مستقلة في هذا المجال. النقطة الثانية تتعلق بالرحالة، هل الرحالة اللي زاروا حال إذا كان هناك رحالة زاروها في فترة مبكرة، هل سلطوا الضوء على الحياة العلمية والثقافية في المنطقة؟ وما أثر أيضا كتب التراجم إذا وجدت في حتى لو كانت خارج حال البصيل مناطق أخرى في الحارة، هل استعرضوا شيئا من بعض العلماء أو طلبة العلم من حال في تلك الفترة؟ شكرا جزيلا. أشكر الزملاء الكرام الذين علقوا على ورقتي، وأخص بالذكر الأستاذ دكتور عبد الرحمن مديرس، دكتور عبد المطوى، أنا معهم فيما يتعلق بتعميق البحث، والحقيقة أنه إن لم يكن هناك إمكانية لدى الباحث في تعميق البحث هل يتأخر ولا يقدم موضوعه، فلا بد من إثارة بعض الموضوعات لتشجيع الباحثين الآخرين والإشارة إلى مكامنها في دور الأرشيف ليستفيدوا منها. لكن إن شاء الله بإذنه تعالى يعني ملاحظاتكم كانت قيمة ونحاول يعني الأوضاع السياسية كما تعرفون بينها الرشيد والدولة العثمانية كانت متميزة خاصة في تلك الفترة قبيل وفاة الأمير محمد بن عبد الله الرشيد رحمة الله عليه. ورقتي لقيت فيه 82 كتاب، هذا كانت موجودة بحالي، ولها تملكات لبعض الشخصيات والعلماء والقضاة من هذه الحالة، لكن يضيق الوقت لما أخرجها وأتكلم عنها.
من ناحية زميلة الأستاذ فارس العتيبي، أن المكتبات نعم مشهورة وما زالت موجودة إلى الآن، أشهر مكتبة الطويرب، مكتبة الشيخ صالح سالم الصالح ابنيان، في مكتبة اليعقوب، مكتبات أخرى، مكتبة الشغدلي، في مكتبات عدة بحالة يوجد فيها مخطوطات قيمة جدا. في الأخير أتمنى من جامعة حائل أن يتبنون أن يكون هناك مركز يعتني بالجوانب العلمية والثقافية، ويتم فيه جمع المخطوطات الموجودة بحال في هذه المكتبات والعناية بها، وأيضا إتاحتها للباحثين سواء في الدراسات العليا في جامعة حائل أو غيرها، لأنها قيمتها ليست سهلة. والأخرى أيضا هناك بعض المكتبات الخاصة الموجودة بحائل، للأسف أهل الآن موجود عندهم لا يعرفون ما يفعلون بها، بعضهم ينظر هناك كتراث وهي قيمة علمية بما فيها من تملكات وتعلق وقيمة الكتاب نفسه سواء كان من الجانب الديني أو من الجوانب الأخرى. وفي الأخير شكرا على إتاحة الفرصة لي للاستماع لورقتي، وأيضا أشكركم على توجيه الأسئلة وأشكركم على جميع ما استفدتم منكم من ملاحظات. شكرا لكم على حسن حضوركم واستماعكم ومداخلتكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.